شوفوا ليا شوفوا ليا الحريره والبصيله مسمنه دراكمي ليا في الصحراء الامريكان. انا ميمكنش ميمكنش. يلا قولي علو جو جو سي سي. اواشركم مبروكة عيد مبارك سعيد. اللي غادي يبدا يبقبق بحال هكا غادي نحطو واحد سيكريت انجريدينت. Lina Ate, Moroccan style. Oh no, it's a really, really big thing for me. Liha kan partaji shouya min religion and culture diali, so of course, nhar nhar kbir bstaf. Hi guys, لبس عليكم كي دايرين شخباركم كنتمنى كلكم كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم عندي مرحبا بيا عندكم. يوم نهار جديد فلوج جديد ونهار كبير 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 بزاف. كيف ما قلت لكم اليوم نهار كبير 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 بزاف. عندي واحد الفطير مع صاحبتي حتى هي صايمه امريكانيه قالت باغا تجرب الاجواء ديال رمضان حتى هي باغا تصوم نهار واحد وتدوز تفرق الصيام ديالها معايا اتليست مره واحده في هذا رمضان. دابا راه ما بقى والو يخرج رمضان ما عرفتش تشوفوا هذا الفيديو ابخير رمضان ولا المهم. انا غنحاول نحط لكم كلشي قبل ما يسالي رمضان. مي بون غادي نديروا واحد الفطير اليوم عندها غادي نوجد شي حوايج هنايا باش نديهم معايا عرفتي راه كاين بزاف 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 ما يدار. سو اللهم دابا ندخلوا للكوزينه قادوا كلشي وهادشي اللي كاين. ليتس جو. اولا بغيت ندوي لكم على هاد الباستا اللي كارسه هنا كتغلى. هاد الباستا سميتها الزيتي باستا. نورمالمون كنستعمل باني باستا ولكن اي باستا دايره بحال هكا طويله بحال هكا اي ويل ورك. من بعد غادي تشلضوا ماطيشه بصله وثلاثه دريوس صغار ديال الثومه غتشلضوها بحال هكا وغتخليوها هكا في الطباسيل قبل ما هذا يتغلى ويطيب مزيان. ها نتوما كتشوفوا معايا الباستا قربت تطيب. واش كندير كناخذ كاس بحال هكا وكناخذ الماء ديال الباستا اللي كان كتغلى فيه كناخذو بحال هكا وكنخليه اون ذا سايد كنحطو لهي. هذا راه كيزين الباستا وكيزين اي صوص درتو مع الباستا. سو ضروري ضروري تاخذو كاس تريزيرفيو الماء ديال الباستا اللي تغلى فيه. بون دابا انا هادي غادي نحيدها من الماء وانا معكم. ومن بعد غادي ترشعوا هذيك الباط اللي تغلات فيها الباستا وغادي نديروا فيها شويه ديال الزيت البلديه بحال هكا وغنشعلوا عليها العافيه بيد ما تسخن الزيت شويه. هذيك الميكستور ديال ماطيشه بصله وثومه غادي تدار في الباط تشحر شويه. دابا غادي نديرو حتى السبايسز ديالنا في هاد الباط حتى هما كيتقلاو مع هادشي اللي كاين. سو غادي ندير شويه ديال الملحه غادي ندير شويه ديال التشيلي فليك هادي كتعطي واحد السبايس زوين. وانتوما ديروا الطوق ديالكم الا كيعجبكم داكشي فيري سبايسي غادي تزيدوا منها الا ما كيعجبكم سبايسي ما ديروش هادي كاع. غادي نديروا شويه ديال بلاك بيبر ديال الزهر او ساش غادي نكملوا تخليط بحال هكا ونخليوها شويه طيب بيد ما هادشي يطلق الفليفر ديالها. صافي غير يشم العافيه شويه كنزيدوا عليها هاد التوميرو بيست. هاد التوميرو بيست كتعطي واحد المذاق زوين زوين بزاف
كان ناخذ ما فيهاش الملحه. اجا انا دايره الملحه هنا. ولا كنت عقلتي وقلت لكم تريزيرفيو الماء ديال لي بات. ها هما غادي نخويه هنا لداخل بحال هكذا وغادي نسد عليها وغنخلطها لايك ذس باش كاع داك التوميرو صوصي كاين لداخل تخرج. غنخويها فوالا بحال هكا صافي. كنخلطو هادشي بيت بان هادشي طيب مزيان ونشوفو بدا كيبقبق. ملي غادي يبدا يبقبق بحال هكا غادي نحطو واحد سيكريت انغريدينت لي كتعجبني بزاف بزاف. فوالا اتس كولد هيفي ويبين كريم. هادي واحد الكريم ملي كدار مع لي بات كتجي واعره واعره بزاف. فوالا كنديرو شويه من هذا كيعطي واحد اللون خطير خطير بزاف لي بات. وصافي انا غنخلط وغنشوف. فوالا هانتوما هوم ميد توميتو صوص فور الباستا. سو دابا صافي غادي نخلي هادشي حتى هو يطيب شويه ومن بعد غادي نرجع لي بات هنايا. دابا غنزيدو عليها شويه ديال الفرماج وغنكملو الطياب ديالها في الفران. غندير انا هاد الفرماج اليوم فيه موتزاريلا بروفولون بارميجان في كاع التخليطات ديال الفرماج كتجي زوين زوين. باقي ليا حاجه وحده اللي خصني نصوب هي الديزرت باش نكمل الطياب ديال هذا الفطير. وهذا الديزرت اللي غادي نصوب اتس ان امريكان ديزرت سوبر سيمبل سوبر ايزي و ات تيست فيري فيري ديليشس. معروف انا امريكان كيبغيو الناس اوريو بولز وانا غادي نشارك معكم هذا الريسيبي وكنتمنى حتى نتوما تجربوها. راه اتس سوبر ايزي سوبر سيمبل وغادي تعجبكم غادي تعجبكم. هاش كي كنستعملوا اوريو داكشي علاش سميتها اوريو بولز. كنستعملو ميلك شوكليت هذا واخدة ديال هرشيز ضروري يكون ميلك ميلك شوكليت. واخيرا اذا الا بغيتو تبدلو يو كان يوز هاد الكوكيز اند كريم باش نقدروا نديرو فيه لايك ديكور ولا شي حاجه. و ذا لاست انغريدينت هي هاد الفيلادلفيا كريم تشيز. وصافي سوبر سيمبل ما خصهاش بزاف ديال الحوايج كيف ما كتشوفوا وكتجي كتجي زوينه زوينه بزاف. يلا ليتس جو. اول حاجه اللي غادي نديرو غنشدو هاد الكوكيز وغادي نحطهم هنا في مونينكس يطحنوا. شي كيف ما كتشوفوا معايا كتولي كلها باودر بحال بحال الباستا ولا شي حاجه هكا مزيان. غادي نزيد شويه ديال الكوكيز من الباكس تاعي
صافي ها هي دابا غنستعملوا الكريم تشيز غادي نخشيو باكيه وحده ديال الكريم تشيز لداخل هنايا حتى هي تبلاندا وتطحن مع هادشي طحنات مزيان مزيان ولا كلشي كلشي انكوربوري بحال هكا الا كتشوفوا الداخل ديالها دايره بحال هكا ودابا غادي نجمعوهم كويرات وغادي نذوبوا هاد الشكلاط وغادي ناخذوا الكويرات وندوزوهم داك الشكلاط داير وغندخلوه للفريغو وهذا هو الاوريو بول فوالا دابا غادي نذوبوا الشكلاط وغادي نقطعوه بحال هكا ونخوي هنايا بالزلافه وغادي نذوب هاد الشكلاط دابا our station is ready عندنا الاوريو تخليط هاد الاوريو والكريم تشيز هنايا عندنا الشكلاط دايب هنا وكاين واحد البليت بحال هكا غادي ناخذ الكواور من انصوب كواور من هنايا وغنديرو في الشكلاط وغنحطوهم هنا ساليت كاع الطبق طياب ديال اليوم صوبت هاد لي بات هادي واحد الشلاطه ديال البطاطا المايونيز الطون المايز والبصله حمراء هادي شلاطه بحال هكا ماطيش خيار خس وهادو بحال البطير بيطات صغيورين ولكن ماشي بالبوطه هذا شي ساندويتش بريد فيه ساسمي سيت ومعمرهم لداخل بالتخليطه تقريبا بحال هكا بحال هاد الشلاطه اللي كاين هنايا وصافي هادشي اللي غندي معاه الاوريو بولز هما باقيين في الفريغو حتى هما غنديهم معايا وفي كورس شاريه واحد التويشيات ديال سويت بحال هكا حلويات حتى هما غنديهم معايا داك البراد حتى هو غادي يمشي معايا وصافي يلا جايز ليتس جو انا فرحانه بزاف اللي هكا صاحبتي امريكانيه قالت لك والو باغا حتى هي تجرب رمضان وتحس برمضان وتكسبيرينس الاجواء ديال رمضان زعما اللي ما عندها حتى شي علاقه برمضان كتقول لي بحال هكا اوف كورس راه اتس ا ريلي ريلي بيج ثينغ فور مي اللي هكا نبارطاجي شويه من ريليجنال كولتشر ديالي سو اوف كورس نهار كبير بزاف واش غادي نقول لكم واحد 10 ولا 15 دقيقه وانا كنعمر في الطوموبيل داكشي اللي كنت كنطيب را عندي في الكوفر عامر اللور عامر الارض عامره السيت عامر كلشي عامر دابا غادا سميتو واحد القهوه مغربيه هنا في اريزونا فيها البسطيله والحريره وداكشي غادي نهز الحريره اللي هنا بجوج وبسطيله وداكشي وغادي ندي لها نضل الدار سو هادشي اللي كاين ليتس جو غادي نهز داك البسطلاج والحريره هانتوما هذا هو المحل المغربي اللي كاين هنايا في اريزونا كيبيع كاع داكشي التقليدي كاين حتى اللبس هنايا جلالب حتى الماكله اوبفيسلي كتباع هي اللي جيت عليها anyway ولكن بغيت نوريكم شوفوا الديكورات اللي حاطين عرفتي اتس ريلي ريلي نايس هذا كيفكرني بخويا رايان ديما كيلبس بحال هكا هادي شباكية سالات جيت معطلة سلام يلا باي مع السلامة رمضان كريم كل عام وانتم بخير ان شاء الله يدخل علينا وعليكم في العيد بالصحة والسلامة وطولة العمر شكرا عفوا ودي منكم قلتوا مزيان خليو السلطة لاصقة
شوفوا لي شوفوا لي الحريرة والبسطيلة مسمنة راكبين ليا في الصحراء في الأمريكان. أنا ميمكنش ميمكنش. نقدم لكم صاحبتي جينيفر وواحد واحد كيوت 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 او سميتو بيسكي. هاي بيسكي. لوك ات هيم لوك ات هيم سو سو كيوت. كنقدم لكم صاحبتي جينيفر. عرفتي هاد البنت عزيزه 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 ليا بزاف بزاف. وتايا اليوم صايمه تايا دخل معها رمضان. هانا غنعطي الكاميرا لجينيفر باش تايا تسلم عليكم. Hi, I'm Jen. I moved here in 2019 from Massachusetts, and we now live here because I work here. The star of tonight is Biscuit. Look at how cute, look at how cute Biscuit is. يوم نهار كبير نهار كبير 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 بزاف. غادي يكون احسن احسن فطير عندنا. So today I fasted and usually like I don't celebrate Ramadan but I have a lot of friends who do. And so my mom and I were talking and we were thinking that it'd be really like a good experience for me to understand why you guys fast and like firsthand get to know how it what it feels like and stuff, at least for a day. So I totally understand now going through it on my own and not just like watching everyone else do it, why you do and like the gratitude that I have for all the things that I have in life. And it was a good day and I'm ready to feast. اليوم كيف ما قلت لكم جينيفر صايمه اليوم وكتحس بواحد الحمد كتحس بواحد الحمد اللي ما عندهاش الكلام ليه. وبيان سور النهار دا شويه عليها صعيب ولكن عجبها الحال والحمد لله صايمين ودابا غنقادوا الطابله وداكشي وغادي نفطروا. ليتس جو. هي جينيفر اي هاف سمثينغ فور يو. واو هانتوما شوفوا جينيفر شنو لابسه اليوم. داكشي تقليدي. It looks amazing. بصحتك وراحتك. احنا صافي قادينا الطابله ديالنا ومرحبا بكم والف مرحبا. ها شنو حاطين اليوم في الطابله ديالنا الفطور؟ كاين لي بات البسطيله حريره شلايد المسمن بطيبيطات صغيورين
واو هادشي اللي كاين. مرحبا بكم. مرحبا مرحبا مرحبا. هيا دابا جينيفر قالت لك باغا تدوق ليا البسطيله. يلا جينيفر قطعي ليا البسطيله. فيرست بايت. What do you think? What do you think? It's good. It's really good. عجبتها البسطيله. جينيفر غادي تقول لينا اتاي Moroccan style. Oh no, that was really good. طلعت وتلفق وشو أتاي بالكشكوشة. Good job. عدسانينا الفطور ديالنا. عدسي it was such an amazing experience. دابا غنخلي جينيفر تقول لكم على الاكسبيرينس ديالها مع الفطور. It was so yummy. It was actually delicious. I had such a good time and it was obviously like a really tough day for me because I'm not used to this. But the funny thing is when we got to dinner and we're able to eat, like I filled up so fast and it was like I was already stuffed like a few bites in and it was just a great experience to have with Omaima. قالت لكم جينيفر بان اليوم عجبها بزاف بزاف. It was واحد experience اللي vraiment عجبها تخليها القلب بزاف. وقالت لك نهار كامل وهي فيها الجوع وملي تحطات الماكله في الطابله ما قدراتش تاكل دغيا عمرات زعما واحد الاكسبيرينس عمرها ما حسات بها بيفور. وقلت لها هذا هو رمضان. رمضان ديما الطابله ملي كتحط ديما كتبغي تاكل هنا وهادي وهادي ولكن راه امبوسيبل تاكل كلشي. يلا قولي انا جو جو سي سي. عواشركم مبروكه عيد مبارك سعيد. واو that was very nice of you. Alright guys, we've reached the end of the vlog and I will see you in another sometime in the future. كيف ما كتشوفوا وصلتوا للخر ديال الفلوغ ديال اليوم. كنتمنى هذا الفلوغ عجبكم بزاف ودوزتوا معايا النهار والفطور واللي بغيتو دوزنا انصامبل. وهادشي اللي كاين دابا غنخليكم هنايا. تهلاو لي بزاف بزاف فريوسكم حتى نشوفكم فيديو اخر. باي.